السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمان والسلام يا خير تشرفت لي كحنا نجمعك بدل مني أدبن إديكم هالعلم يا سيدة مركز النوغة ببسان مركز النوغة تايرتان المقارضة أنا أنا أدوشر كريسان حالي إله بينا دنبو وحاشو قطي دعضير ومتغانا كوصة بسان كان دعضي مقالة مقدشو كوصة بسانات قبر انتين لمهير سيدي وريكو للغاسو الدونتي ألوسك دعاي كدبنا لجيري إن جود ما حمنا أراسكي لعات أراسك النوع عليه إن تعسي أو متى غناي كل يدتك سماريات هن تأيي ذا إن أكي أد الله يعين إن مركو هو رسي كل قصة دني وحي كسر باللعبتي إن غير جبر رأس ودونتي إن جود ما تغناي لسيجي تك رأس ودونتي ما كل لسيجي إن كذب وهذه حالة ما كده مسيب وصل بحس سوية ما كان دول مرة تيهرا عن قصته خيرك يمكن لسيء جوارد متغنى أيدي تنين كل سيء خيرك جوارد متغنى ويك علينا أيدي هين هدي جوارد متغنى أين تدي أما جوارد أما نخرش كنا قال يمشي هن الله سيء لكن تعب درك إن حد عاد وحد عادي إن جوارد إن ما مدي جوارد بشيء أي متغنى كل هذا السيدة لقدر يهان كرو إلهي ما متغنى أوجه خرسون أي ما تغنى السماسي وحرا سومالي ما تغنى أت ما كذا أي دوادين أت أروح معدين أنت هرت أني أن ففهمت أنا قلني بل إلى إلى يرد دوادا مقال كهرة ما تغنى هوين سومالي أي كذا اللي سي ويحقد عليه وإيوه ذا مو إيجي ذا مال إيجي ذا داوع جرسيان باور يركن سدان ومال إيجين حافظه هو ذي يقضي ما توي صودي حافظ إيكانت مركي أدعى أدعى نال حري مرغ درام الباب ما جين قد مال يوجيزين جورجي واي ما ذاني الباب كان يسوي جيو قلنا أنا كان ده توجو كل الصنابين الباب كان مركي قب عديس أمقلينه أنا علمي وخل عرن هالقلاص سحرنا هالك قرب مركا سحرنا قلك كلاي فرتان على تجيف ودور تجيبين الباب كان واب سوجيبين بو وحي ألعب ماله هي ترموش مر واحد يرنا واسكو در در أنا كشيب بان كده إحنا جورج واسكو حرنا في الدينا بتبتنا وحي لو بلا ما راسو كون إيشان بقلا وهاي يو ديج إيشان قران إني أقدانة إهت كون إيشان تبقلا راس كي كان يعني راس كي حالا أتقول لك سو قدا راس كمالن تلا ديج مركو عينه ده أنا مركو جبار الجورنا ديج هذا أوكينينا وهي عند إحنا جورو نقول دكان أيكو جرت جبار دماش لو تركيناي مركينا دهن مركو أفر ساعة دعي مهر كأفر ساعة دعي شن ساعة بهال قارية اللي ما ذين قبل دي صوب حدهن هاي ذي وعي ده هاي ذا محكو وعي أنا قال عقد وكاشة ونواكو جذني صوب حنايان راع على ده جب دبنا يويل بدنا وي ما ذين العقد محكو بلغنا أنا العقد نهاي ما ده ذين أراس كنت لو قال العقد أوكين تاني العقد إن أراس لوعني حال كان قبل دي أنا جرستن قبل دي عدين سينينا ما يقول كان لنا أو حرسنا لين كيا وصابح الجبر ما بربنا بق حد هنا على سيكون إشانتي بقل دولار ما هينا ده هنا نكون إشانتي بقل دولار هبين كسر لي جانا كوبارينه بس ما أنت وين أو وين أو إيه هاي عن جي أو إيه حرن أو أصلا نمن كان أو ددي ساين غريال كددي ساين أو الأدي جري شقة أفرتن كون صدنا كون وعصاه لا أو نكن نقص ترجري حد سوى معلم محمد وحنا كعد سنة ولا عليه إنه مسلمين تأه إنه نو كالمي العقد سنة على حاست أو كون إشام بقول مانت مال أنك كنا إن أن أبو ذن أو عدا أنا ما دام أنا كسر أي نوع ديان إله هكوين العقد سنة أنا لقي ديب أو وحي ولا الله مسلمين إنه وصل ترى كرا إنه وصل ترى أوكي هذا مش إنه حنكو أرجعني إن هو يدني عوان السو إلى دويل بلقى حري العقد إشام بقول دور بلقى هبا قري بلقى تجبي لكن بدل كده ما حد عاي تيودن بيسي هذا إذا لغسل دبي دبل سكون رغضي يا إذنا وحيود عيسي سيدتنا لعقت يا كارنا ليدا لعقتنا بشكو ذا ذا مدد أيتها أنا مالك كينا وكسواي يبرتيزن أقوم واي ساس دراد يا ذا قد كسك صديقي من اللي عاوي أنا قوحا نوشكتي إن ويلو كاحرنا إن ويل كاس نسل ساعدة سحافة ذا الموسم جوي ويل كاك حكو جري ويل كي باور كرشبيت أهي ku kalifay anaga inaan macnaha aan tirad wiil aan saldhig degmada dharkeel loogu xiran maadaama aad ahayd hooyo dhiban oo gabadheedii gursan rabay
balse guurkeedu uu fashilmay. Wiil ayaga xiran saldhig anaa dhahayaa, wiilna ma iga xirno. Arooska horta waa kuwada heshiinay arooskii 1500 ku heshiinay, 800 aa lii keenay lacag e inta kal gadaala lagaa siinaa la dhaa iyo gibarta dahabkeedii. Markii lagu soo adeegay arooskii la dhigay 4 saac meherkii markau dhacay, 5 saac baabuuray la imaadeen ayagii wiilal iyo gabdho, gabadhiiyay meel lagu turkeynaa kasoo wateenay. Okay, intaasi waa isla fahmay. Markaan aragnay hadalkii hore iyo hadalkii dambe kolley u kala dheedi. Hooyadeen Soomaaliyeed waxay noo sheegtay in ay mataqaanay wiilka xiran yahay 2500 doolar mataqaana arooska baxay laga rabo. Laakiin markii dambena waxay iyadana ay noo sheegtay haddana ay mataqaana ay sheegaysaa iyada u warramaysay TV-ga Shabeelle in lacagta lagu lahaa ay ahayd 800 doolar mataqaana arooska ku baxay. Gabadheedina mataqaana ay diiday gurigana mataqaana wax kusoo warrar usan jirin, wiilna mataqaana usan ka xirneen kolley. Ma naqaana si kale wax u jiro in maamada mataqaana la joojoobay iyo in kale ilaah baa garanayo. Laakiin dhanka kale iyagana wiilka gabadha soo doontay hooyadii oo hadlaysa iyadana isla fiirino. Maama Faadumo, gabar aan ka doonanay, gabadhii waa ina siisay 1000 doolar oo lacag aan ku heshiinay, 900 doolar iga qaadatay, 100 doolarna maalinkii 7 kaa qaadanaya i tiri. Habeenkii markuu arooskii maalinkii dhacay, habeenkii gabadhii aan u doonanay waxay tiri gabadhii way dhuumatay, 10 beri muddaha la isiiyo gabadhii aan ku soo raadinaa. Anna waxaana gabadh aad ku kalsoonayn, maxaa markii hore arooskeeda aa u qaadato u dhigatay, ani mise gabadhii mise lacagtii aan kaa rabaayaan dhah. Anigoo buuqayna meesha socda ciidana nagu soo baxay ciidanka degmada, wayna soo wadeen saldhig galbeedaa nala keenay. Saldhig galbeed markii nala keenay, saldhig galbeedaa dacwadii ka dhacday maxkamaddaa la noo gudbiyey. Maxkamadda 1 bisha imaaday dhaheen, oo bisha sanadka cusub bisha 1aad koogeeda imaada, hadda shaqo way joogsatay. Iyadoo taas la isku ogyahay ee gurigeeda iyada intay tagtay ay soo jijibisay, ay saldhigga timid ay tiri gurigaa la igu soo weeraray, waa la iga jijibshay. Saldhiggii ciidanaa la diray, saldhiggu xaafaddiiyaa la tegay, xaafadda gees ilaa gees dadkii waa la wareystay. Xaafaddan wax soo weeraro alaab ka jijibshay ma jirtaa, waxaan aragnay oo alaab jijibinaysa ma jirto. Iyadii ilmaheed oo qaylinaayo guriga ka soo baxay, wax kaloo soo baxayna ma leh, horeyna u baxeen. Dacwadeena iyadoo meesha joogto oo saldhiggii ay nagu soo celisay, markii saldhiggii nagu soo celisay guriga ma jijibiseen ma jijibinin mana arkin. Xaafadda markhaati ay leedahay wax walba cadeyn ay leedahay, xaafadda aan tagay xaafaddii ay tageen wax way soo waayeen. 1 bishaan la belimiyey gurigeyga iska aaday, haddana Shabeelle istaagtay, Shabeelle warkan ka soo deysay, saldhiggaa la iga wacay, Shabeelle ma ku wareysteena lay dhahay, Shabeelle ima wareysan imana arkinaan dhahay, Shabeelle maa ku wareysan, Shabeelle ima wareysan, waxna ima ay weydiinin. Wiilkeeda ma arkin, wiilna kama soo xiran sharci, saldhiggan ku soo xiray wiilkeeda cadeyna magaalada taalla, hana geysa wiilkeeda saldhiggu ku xiran yahay, hana soo tusto. Marka arrinta iyada haddii dhab ay tahay, maamadan waxa ay sheegaysa hooyada Soomaaliyeed ilaah u gargaaro. Laakiin waxay mataqaana caqabad ay ku noqonaysaa ama dhibaato ay ku tahay dadka Soomaaliyeed ee danyarta dhibaatada haysata, ee doonayo in la garab qabto, in la aamini waayo, maadaama ida wiil ka xirneen guri laga jajabinin ee dhibaato badani ay sheegatay, kadibna ay mataqaanay ay leedahay xalli saacideeyo. Ilaahay waa saacideeyo, laakiin annagu waxaan leenahay waxaa ku fiicnaan lahaa in mataqaanay xaqada jirta mataqaanay aad ka warramto keliya, waan helid qof garab istaago, ilaahay baana ku kaalmeyn lahaa. Daawadayaal, intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmeyno, waxaad kaga tegaa siyaasi nabadgelyo.